كذا. وصلنا للجزء الثاني من مقابلتنا ورح نحكي عن إدارة أعمالك وكليباتك، لكن قبل بدي أذكر إنه الفنان كاظم الساهر دخل الأسبوع الماضي معنا بتشارت. برأيك دخوله معنا بتشارت هل رح يأثر على مرتبتك؟ ما أريد أقول إنه أغنية كاظم، أني يعني أني شخصيا أحب هواية كاظم، يعني أحبه جدا جدا وأحب أغانيه، وأني من واحدة من معجبيه الكبار يعني مال كاظم. ف طبعا تحية للفنان الكبير كاظم الساهر. إذا طلع كاظم بالمركز الأول فأني راح أفرح له لأنه أحبه هواية وأني واحدة من جمهوره يعني. لكن برأيك شو معقول يصير على قولتك؟ معقول ينقسموا الفانز أو يصوتوا لكم بنفس القوة اثنيناتكم؟ أنا بتصور إنه الفانز مال كاظم والفانز مالتي هم نفسهم، وإحنا معروفين يعني الفانز بالأخص يعني أعرف إنه هواي عراقيين دي يصوتوا لي ويصوتوا له. إحنا قلبهم منقسم، يعني إحنا دن العراقيين يعني قلبهم ما يحب شخص واحد، فأعرف إنه دي يصوتوا لي ويصوتوا له. سمعتوا؟ سمعتوا يا عراقيين؟ ليه خصصتك الـ LBC والمخرج توني أهوجي عن باقي المشتركين بستار أكاديمي؟ هاي فخر لي طبعا، يعني هيدي قرار من الـ LBC انه الـ LBC نفسها هي تتكلف بي من خلال توني أهوجي اللي هو اللي يدير. تحية كبيرة للمخرج توني أهوجي. من خلال توني أهوجي اللي يدير أعمالي، وهو هم اللي يصور، هو اللي صور يعني الكليبات ثلاثة مالتي، فهيدا الشيء حلو كتير، وإن شاء الله أضل على بحسن ظنهم ودائما يضل هاي الشغل دائما مع بعض يا رب. على سيرة الكليبات اللي حضرتك هلأ ذكرتيهم، ثلاث كليبات تم إنتاجهم لهلأ هن روح، اسم الله، وعشاء. بكل كليب اعطاك المخرج توني أهوجي صورة مختلفة عن الثانية، ولكن بعض الصحافة اتهمتك بالإثارة بكليب روح، شو بتردي؟ مرات ما ادري، يعني طبعا احترم كل ما قالته الصحافه، بس اني اتصور يعني انا من خلالي بعتبر انه الكليب ابدا ابدا ما في ولا ذره اثاره، يعني احنا بنعرف ما شو يعني اثاره، بنعرف شو يعني اغراء، وبنعرف شو هيدا. فانا بحاولت في الكليب انه اوضح صوره امراه في حالة يرثى لها مثل ما بنقول، في حالة انه مثل ما قلنا معاناة، فهي هي الصورة اللي صورناها، بس إثارة وهيدا لا أبدا، يعني ما مش هدفنا، وهيدا راح يلاحظوا الناس في الكليبات الثانية لأنه كلهم تصوروا في يوم واحد. نحن بنأكد لك إنه الرسالة وصلت. شطب نسمع كثير هيك أوقات على التلفزيونات ببعض المقابلات ناس من الوسط الفني هيك بيحكوا أشياء عن لسانك، شو القصة؟ ما خصني. صارت كثير وبتصير، بس اللي بدي اقوله خليهم يقولوا شو بدهم، بس اتمنى انه الناس ما راح، بعرف انه الناس اذكياء، وبعرف انه العالم بدي منهم انه بس يصدقوا شو بقولوا انا على لساني مش شو بيقولوا. وانا باكد لك انه ما حيصدقوا الا شو انت بتقولي. مشاهدينا حلقتنا متابعة، رح ننتقل هلأ لنشوف توب 5 ألبومز حسب إحصائيات شركة روتانا، معنا بالمرتبة